لو طفل صغير شاهد الفيديو وصور له اي مقطع ونزل ممكن يعمل ترند. يعني الان بدا مسيطر على العقول، الان تلفوناتنا في يدنا. احنا عايزين نتكلم عن الاعلام الحقيقي قبل البديل. طبعا انا على حس تجربتي الاعلاميه يعني متواضعه، بحيي معلمي الاول والدي الاستاذ محمد فرح عبد الكريم الصحفي المعروف. يعني طبعا احنا المعلم الاول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انا في تجربتي الاعلاميه لازم اذكر انه انا يعني مسيرتي امتدت من مسيره والدي ربنا يديه الصحة والعافية أستاذ محمد فرح عبد الكريم صاحب جريدة المنتخب الرياضية وصاحب امتياز عدد من الصحف، و هو دخلني المجال ده وخلاني يعني أقدر أقول أنا إعلامي أو صحفي. يعني الصحافة، الصحافة طبعا تبدأ من الصحافة الورقية، ويعني بنقول هسه إنه الصحافة الورقية بدأت تندثر بحكم الكلام اللي انت ذكرتيه بتاع الاعلام البديل وال بي دي اف والنت ايوه والنت والهنا. فانا ما شايف انه هي في تاثر حقيقي. يعني انت كصحفي واعلامي قادر توصل معلومتك، هي انا يعني انا بعتبر انه الاعلام وسيله تواصل. فاذا انت قادر توصل معلومتك بشتى الانواع، ما بنقعد يعني نفصل ونقول انه الماضي وكانت الحاجات دي في الماضي احسن. لا، انا شايف انه الناس لازم تمشي على التطور الحصل وتواكب الحاجه دي، وما تتذمر من شكل الحاجات اللي بقت. انه اي انسان صحفي هو ناقل زي ما انت بتنقل، لكن بيفرق في النقل الاحترافي والمصداقية والنقل يعني زي ما بنقول في السودان هبتلي زي كده.